الأعزاء المحامين والمحاميات مس إن نخبة المحامين تفتح ذراعيها لتحتضن حضراتكم وأنتم الشباب الواعي والواعي، والذي سوف يقود نخبة المحامين في المرحلة القادمة إن شاء الله. أهنئكم جميعا على حلف اليمين اليوم، وهو أول لقاءكم بالنقيب العام الأستاذ سام عاشور الذي وضع كل القواعد الأصولية من أجل شباب المحامين والمحاميات، وقال بالحرف الواحد إنهم هم الذين سوف يقودون العمل العام والعمل الوطني في نقابة المحامين في المرحلة القادمة. فنرحب جميعا بالأستاذ سامع عاشور نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب الذي سيصل إن شاء الله بعد قليل. إخوتي الأعزاء، كما أرحب بالمنصة الكريمة أعضاء مجلس النقابة العامة ونقيب شمال القاهرة، ونقابة المحامين كانت وما زالت ترفع علم الإجادة في كل الثورات التي خاضت مصر. هذه الثورات ثورة 19 23 يوليو 56، وبالتالي نقابة المحامين لن تغيب عن المشهد، وما غابت يوما. وتولى رئاستها نقباء عظام قادوا العمل الوطني والحركة الوطنية في مصر، وإننا نحن فخورون بأسلافنا العظام، ونتمنى أن يكون منكم ومن بينكم المحامين والمحاميات من يقود هذا العمل الوطني، من يجيد في العمل الوطني. وعليكم أن تتسلحوا بعلم القانون، علم الحق والقانون، وأن تتدربوا في تدريبكم في السنتين القادمتين عند محامي مشهود له بالكفاءة والأمانة، حتى تستطيعوا أن تقودوا العمل النقابي، والذي لا يتدرب عند محامي مشهود له بالكفاءة والأمانة لن يكون محامياً أو محامية لها السبق في القانون. وعليكم أن تقرأوا في كل فروع القانون، ليس القانون فقط، ولكن عليكم أن تقرأوا في الفروع الأخرى، التاريخ والجغرافيا، لأن المحامي موسوعة تتحرك على الأرض، هو الذي يلجأ إليه كل مظلوم، ويلجأ إليه كل من له حاجة، هو الذي يلجأ إليه المواطنون ويوكلونه في قضاياهم ويأتمنونه عليها. فعليكم حقيقة التدريب عند محامي، وعليكم أن تسألوا عن المحامي المشهود له بالكفاءة والأمانة. حقيقة كنت أود أن أتحدث إليكم طويلا، لأنكم أنتم الشباب المصري الواعد الذي قاد ثورتين عظيمتين، ثورة 25 يوليو و 30 يونيو التي صححت المسار للثورة 25 يونيو. أهلا ومرحبا بكم في نقابة المحامين، أهلا ومرحبا بكم، عشتم لنقابتكم وللوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.